مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، السلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم اللي هو الطيارات. طبعا في ناس كتير بتعرف شو بصير عندنا في الشتاء والثلج والزحاليق، فعشان هيك في كندا عادة كتير ناس بتغير الطيارات. في بعض المقاطعات في كندا إجباري إنك تغير العجال من صيفي لشتوي وشتوي لصيفي في تواريخ معينة. حاعطيكم كل هاي الديتيلز، خليكم معنا بالفيديو. طبعا هذا الموقع اسمه driving.ca، موقع كتير رائع، بيحكي كتير عن شغلات للسيارات والامور هاي. هون بحكي لك طبعا هذا المنظر بتشاهدوه هون في كندا، اللي بدي يجي على كندا شو امتى لازم تغير الـ 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 الطيارات تبعتك من سنو ل من سمر لوينتر. وهون بحكي هذه في هذا الارتكلز، هذا مهم جدا، بحكي لك اذا السنو تايرز انف تبعتك ولا لا. طبعا هون حسب المدينه، هلا زي في كيبيك في الشمال تبع كيبيك بحكي لك انه في 25 سبتمبر، لانه يمكن بالثلج عندهم في هذه اقصى شمال كيبيك. هلا في مدينه كيبيك جاتينو شيربروك نوفمبر 5 احسن وقت، وفي مونتريال نوفمبر 10. للعلم انه في مقاطعه كيبيك قانونيا لازم، طبعا زي ما حكينا في قانون في كيبيك من 1/12 الى 30/3 من كل سنه لازم تحط الوينتر تايرز. كان في 15/12 سمعت انه تغير ل 1/12، اني واي تاكدوا من المرور عندكم. هاي الماريتاين انتاريو، طبعا انتاريو زي ما انتم شايفين، اوتوا احنا لازم نحطها في نوفمبر 9، تورونتو نوفمبر 15. هذا بيعطيك الافريج، يعني وينزر 21 لانها بتكون ادفى، وكذلك الامر للمقاطعات الثانيه. فموقع جيد، حط لكم الرابط تبعه وان شاء الله بتستفيدوا منه. يعطيكم العافيه وسلامات. اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعملوا شير مع صحابك.